خبر غريب انتشر بالصور والفيديوهات عن سيدة فلسطينية من قطاع غزة تفتح كافي خاص للقطط وسط موجة كبيرة من الاستنكار ورفض هذه الفكرة التي وصفوها على حد تعبيرهم بالتافهة، وأن الشعب والأطفال يعاني دائما، هما لهم الحق الأول والأهم في الرعاية والاهتمام وليس الحيوانات. ولكن قبل أن نبدأ في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في محاولة منها للمساهمة في تخفيف حالات الضغط والتوتر التي باتت تصاحب الجميع في قطاع غزة جراء مشكلاته المتعددة، والتي بدأت عمليا منذ أن فرضت إسرائيل حصارها عليه قبل قرابة 17 عاما، افتتحت سيدة أول كافي من نوعه في القطاع، وهو مخصص للقطط بشتى أنواعها وأشكالها، وسيكون متاحا لمحبي وهواة القطط وللعامة حتى يقوموا بمداعبتها وملاعبتها للتخفيف عن بعض همومهم، كما تقول نعيمة معبد صاحبة المشروع، حيث توضح وتقول: شعبنا يتعرض لضغوطات متعددة طوال الوقت من إغلاق وعدم سفر ووضع اقتصادي سيء وحروب متتالية، وهذا كله يتراكم بداخلنا على شكل ضغوطات نفسية ويتسبب في مشاكل متعددة منها التوتر والاكتئاب. ومعروف عالميا بأن اللعب مع القطط يخفف عنها هذا التوتر وهو مضاد للاكتئاب. الكافي يحمل اسم مياو كات كافي، المقهى الفريد من نوعه في غزة، أطلقت عليه صاحبة الفكرة اسم مياو كات كافي، وتقول لبعض الصحف الإخبارية أن فكرته تعود لشغفها وهي طفلة صغيرة بالقطط، حيث كانت معتادة على تربيتها لدرجة أنها وبعد أن كبرت وتزوجت وأصبح لديها أطفال ظلت تحتفظ بعدد منها في بيتها، وهي لا تزال تعيش معها حتى الوقت الراهن، منوهة أن فكرة المشروع كانت مشجعة ومخيفة بنفس الوقت، وذلك بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بقطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 17 عاما، وهو ما قد يجعل البعض ينتقدها بجملة الناس بإيش وهي بإيش، وقد حصل ذلك فعلا وهو ما تخشاه معبد. حملة واسعة من التنمر والانتقادات للفكرة تعرضت لها السيدة معبد، لموجة واسعة من التنمر والانتقادات ظهرت جليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يقول المنتقدون أن مثل هذه الأفكار لا تصلح في قطاع غزة، وأن الأولى توفير المأوى والمأكل والمشرب للفقراء والناس الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وليس للقطط. وأوضحت معبد: عند بداية التحضير للمشروع كنت أفكر بأن أجعل الكافي خاص بالنساء والصبايا، لكن فور نزول الإعلان الترويجي على منصات التواصل الاجتماعي شهدنا إقبالا وتساؤلات كثيرة من كلا الجنسين، فقررت بأن يكون الكافي لكلا الجنسين. فهذا كل ما لدينا عن هذه القصة الغريبة لهذه السيدة ومشروعها الغريب الذي تم رفضه من أهالي قطاع غزة. ومن سمع عن فكرة هذا الكافي، وحتى أن نلتقي في تقرير آخر، إلى اللقاء.